يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نريد أن نبني مسجداً ونضع فيه مكاناً لذوات الأعذار لحضور الجمع والأعياد والدروس، فكيف يكون ذلك؟ وما هو الضابط في جعله خارجاً عن دائرة المسجد؟ هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ذوات الأعذار يبقين في بيوتهن، لا حاجة إلى حضورهن. نعم.